قال ناشطون سوريون إن قائد عمليات حزب الله في حمص لقي مصرعه خلال اشتباكات في حي الخالدية، أحد الأحياء القديمة في المدينة التي تقع وسط البلاد. يأتي هذا فيما تستمر قوات النظام ومقاتلو حزب الله في استهداف حي الخالدية الذي في حال استعادوا سيطرتهم عليه، فهو يعني السيطرة على كامل أحياء حمص القديمة.